والدي محمد بن ناصر الكثيري كان من أوائل الناس اللي رافق جدي وخرجوا من محافظة الحريق اللي تبعد 200 كيلو عن منطقة الرياض. جو منطقة الرياض هنا وسكنوا في حلة بن عماج، حي الشميسي يسمى حاليا. كان عمر والدي تقريبا هذاك الوقت 12 سنة. بدأ والدي ترعرع في الرياض، كانت أمور المالية يعني متوسطة تقريبا. قدر جدي يشتري معدة أو معدتين من كشيول وكقلابي وسلمها لوالدي، بحكم أن والدي تعلق في الموضوع المعدات. والدي كان لا يقرأ لا يكتب، ما كان غير ما توفر له فرص تعليم، تعليمه كان قيادة الحمد لله، يعني تمرس في القيادة بشكل أو تعلم القيادة من المكينة إلى الفن القيادة، لين صار حتى ما شاء الله يدرب السواقين المبتدئين في سياقة اللواري والشاحنات سابقا. بعد كذا بعد ما الوالد جاب أول ولد وجاب ثاني ولد ثالث ولد، توسعت أعمال جدي وأصبح الوالد يعتبر أنه كمدير لأعماله، هو المشرف على أعماله، هو المشرف على حلاله. جدي كان عنده نظرة في الحديد وفي هالنقليات أنه خلاص جاء خيار ثاني أو حب أنه يغير هالنشاط نهائيا. جت الفكرة أنه يغير نشاط، يغير إلى الإبل، يغير النشاط ثاني. الوالد ما رغب بهالفكرة كاملة ورفضها رفض تام. نشب خلاف بين الوالد وجدي وأصدر جدي فرمان أنه محمد اللي هو ولد اللي هو والدي يخرج من البيت، وصار فيه قطع في العلاقة بينهم ونشب خلاف بينهم. على طول الوالد طلع من البيت. هنا أصبحت نقطة تحول في حياة الوالد، أن الوالد يعني كان يدير حلال الجدي ويدير، فجأة الآن أنت أطلع من البيت. كان عدد أخوتي تقريبا ثلاثة، انتقل البيت أجار، طلع من البيت أشتغل على شيول، قدر يكون قوت يومه ويجمع ريال على ريال على ريال، إلين بعد فترة تقريبا يمكن 5 سنوات 3 سنوات قدر يشتري أول لوري. الخلاف اللي كان بين جدي والوالد رجع في خلال ترى شهر بس، خلاص الوالد بدأ أو تقريبا صار هو مدته كانت شهرين بس، الوالد فتح صفحة جديدة، فتح بزنس جديد له أو بلان، شق بلان له جديد. بعد فترة تقريبا سنتين يعني تحسن الوضع الاقتصادي في البيت عندنا، تحسنت موارد، تحسنت علما أنه صار في غياب للوالد بس غياب في مقابلة تحسن اقتصادي قاعد في البيت، وأصبحنا عائلة نعتبر انفصلنا عن بيت جدي، أو أصبح خلاص لها كيانها الاقتصادي، لها وضعها، لها. بعد تقريبا 3 سنوات من العمل المتواصل بدأت العروض الحكومية والوظائف الحكومية تجذب جميع العاملين، أصبح في وفرة للوظائف الحكومية في ذاك الحين. اتجه الوالد للعمل في القطاع الحكومي، كان راتب الوالد في الشهر 300 ريال تقريبا. الوالد كان يجني أسبوعيا من عمله في الحديد وفي النقليات هذه كان 300 ريال، يعني كان في فرق في الدخل الشهري، وهذا أثر على العائلة وأثر علينا، بس جلب للعائلة الأمان، جلب للعائلة الأمان الوظيفي اللي هو يبغاه.